إذا خانني بوحي فكل جوارحي تردد يا بيسان إني متيم تتربع فوق قواعد الحافة الغربية للغور تربط بين وادي الأردن وسهل مرج بن عامر في الطريق من الناصرة إلى شقيقتها بيسان مشاهد الجغرافيا والتاريخ كعين جالوت موقع المعركة الفاصلة بين المماليك والتتار تشي بعراقة مدينة بيسان الفلسطينية التي وصفتها فيروز بضيعتنا الظليلة. هناك في قلب مدينة بيسان تنتشر آثار المدينة الرومانية سكيتوبوليس ضمن مساحة واسعة تبلغ 1600 دونم يحرسها تل الحصن الكبير في جوفه آثار عمرها ما يقارب الألفي عام، لم تكشف عن ملامحها الكاملة بعد، رغم أعمال التنقيب التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، ولكن لم يكتشف المشرفون على أعمال التنقيب سوى عن عشرة في المئة من كنوز المدينة التاريخية. اطلق الكنعانيون على مدينه بيسان اسم بيتشان ومعناه المكان الجميل وقيل ان الاسم القديم بيتشان معناه بيت الاله شان او بيت السكينه اما الاغريق وفي العصر الهيليني سموها كيؤلاس وهناك اسم اخر اطلق عليها الا وهو نيسا شهدت مدينة بيسان عملية استيطان وبناء في الفترة الهيلينية على يد اليونانيين. ومن ضمن المفارقة التاريخية في مسيرة هذه المدينة ما شهدته عام 63 قبل الميلاد على يد الرومان. وكانت واحدة من مدن ديكابوليس الرومانية. وشكلت مركزا لحكمهم في شمال البلاد. ويستدل من زيارة المدينة التاريخية أن بيسان الرومانية قد ازدهرت. وبلغت أعداد سكانها من ثلاثين إلى أربعين ألف نسمة أحيطت بالأسوار الضخمة من الداخل يوجد كنائس وأديرة وحمامات ومنشآت عامة وأصبحت مركزا تجاريا هاما للقوافل المتجهة نحو الأردن تعتبر بيسان من أوائل المدن الهامة التي فتحها العرب، ففي أواخر عام 634 ميلادية حاصر المدينة عمرو بن العاص، وبقيت لبيسان شهرة خاصة في تاريخ المسلمين بسبب وجود قبر الصحابي الكبير أبي عبيدة بن الجراح قائد فتوحات الشام. لم يدم ازدهارها طويلا بعد الفتوحات الإسلامية. تعرضت لزلزال أدى إلى تدميرها بالكامل. المدينه التي صار اسمها بيسان عقب الفتوحات الاسلاميه شهدت عمليات ترميم وبناء مجددا وما تزال عده عمارات شاهده على ذلك ابرزها مبنى السرايا المبني من حجر البازلت الاسود تطورت مدينه بيسان في الربع الاول من القرن العشرين عام 1905، نظرا لمد سكة حديد حيفا درعا التي تمر من شمال المدينة، وسار النمو السكاني فيها جنبا إلى جنب مع النمو العمراني، كما زاد عدد السكان فيها نتيجة لاستقرار بعض البدو والتجار في المدينة، إلى جانب الزيادة الطبيعية للسكان الأصليين، أُنشئ فيها مدرستين للبنين والبنات، توافد إليها الطلبه من كافه القرى المجاوره مع تطور المدينه مارس سكانها الزراعه نظرا لخصوبه ارضها وتوفر المياه فيها ومن اهم المحاصيل الزراعيه التي كانت تزرع في مدينه بيسان هي القمح بالاضافه الى البقوليات والشعير وبعد مرور مده من الزمن تم زرع الحمضيات والموز فيها في عصرنا الحالي تعتبر بيسان مدينه سياحيه تجذب الاف السياح سنويا ومن اهم معالمها السياحيه جسر القنيطره هو جسر تاريخي يعبر نهر هارود في منطقه وادي بيسان ويعود تاريخ نشاه الجسر الى فتره المماليك وبني الجسر بهدف مساعده السكان على نقل المياه من نهر هارود الى المزارع شمال النهر ويقف الجسر على ثلاثه اقواس رائعه من الحجر بيسان مزيج الحاضر بالماضي وخضره دائمه في اشجارها ونباتات تجعل منها مكانا فريدا يعكس الجمال والعراقه على بقعه هذه الارض الصغيره نعم انها بيسان